أخيرا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد ميعاد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي. الجديد في أزمة تعارض ميعاد كأس العالم الأندية مع كأس الأمم الأفريقية، وإيه اللي حصل في اجتماع الأهلي مع ممثلي الفيفا. لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل ياريت تشرفني وتعمل، وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون أول واحد يوصلي دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. موعد السوبر الافريقي بين الاهلي والرجاء المغربي 22 ديسمبر باذن الله في الدوحة. الاتحاد الافريقي هيفتح باب القيد للفرقتين للصفقات الجديدة سواء الاهلي او الرجاء المغربي بدءا من يوم 15 ديسمبر باذن الله، يعني قبل المباراة باسبوع. طبعا تحديد الموعد جاء بعد تصريحات من مصدر من الاتحاد المغربي، لان احنا عارفين من الاخر دلوقتي الاتحاد الافريقي بيعرف التعليمات من الاتحاد المغربي، بعد كده الاتحاد الافريقي مجرد ناشر للخبر. فالاتحاد المغربي تفضل وقال لنا قبل من الاتحاد الافريقي يعلن ان الماتش باذن الله هيكون يوم 22 ديسمبر. طبعا ده مش تقليل من المغرب، يعني من حق اي حد يضغط في اي مؤسسة دولية علشان يجيب حقوق لفرقه او لدولته، من حقهم. لكن ده عيب فينا احنا ان احنا مش عارفين نرجع تاني نسيطر على الاتحاد الافريقي، والاتحاد المغربي او المغرب حاليا هي اللي بتسيطر سيطرة شبه كاملة على مجريات الامور في الاتحاد الافريقي. طبعا عارفين ان الاهلي حامل لقب البطولة بعد ما كان كسب في السنة اللي فاتت نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-0. الأهلي بيسعى للحصول على اللقب للمرة الثامنة في تاريخه. الأهلي لغاية دلوقتي عنده 7 ألقاب سوبر أفريقي، بينما طبعا عارفين النادي الأهلي وأكثر الأندية الأفريقية حصولا على دوري الأبطال الأفريقي برصيد 10 مرات. في محاولة لحل أزمة التعارض بين موعد كاس الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه، فيفا برد على الاهلي حل غريب شويه. طبعا زي ما كلنا عارفين ان اول مباراه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه باذن الله اللي هتقام في الامارات اتحدد لها موعد يوم 5 فبراير في الامارات، وفي نفس الوقت كاس الامم الافريقيه في الكاميرون هتبدا يوم 9 يناير وهتنتهي يوم 6 فبراير، يعني بعد بدايه كاس العالم للانديه بيوم. حلا للمشكله دي، مسؤولين من النادي الاهلي النهارده اجتمعوا مع وفد من الفيفا، والفيفا اقترح الاهلي شايفه غريب شويه وموافقش عليه ان النادي الاهلي يخش البطوله بقائمه مفتوحه. يعني ايه قائمه مفتوحه؟ يعني يحط الاسامي اللي هو عايزها، ولو افترضنا مثلا جدلا ان المنتخب المصري خرج مبكرا لا قدر الله من كاس الامم الافريقيه، فبالتالي النادي الاهلي يقدر يلعب باللعيبه اللي موجوده، لان هو هيبقى عنده عدد لا محدود من اللاعبين، وبالتالي يقدر يحط اللعيبه الدوليه ولعيبه صغار السن او لعيبه غير دوليه زي ما هو عايز. طبعا النادي الاهلي رفض الاقتراح ده، وكانت حجه النادي الاهلي منطقيه جدا، ان بكده مفيش تكافؤ للفرص ما بينه وما بين الفرق الثانيه اللي هتخش بكامل قوتها، في حين ان هو منتظر بقى خروج المنتخب المصري عشان يخش بقائمته كاملة، وفي حالة لو ما خرجش المنتخب المصري هيلعب بلعيبة غير دولية أو لعيبة ناشئين. وفي نفس الوقت الأهلي هيفتقد لاعبين محترفين اللي مش عارفين موقف منتخباتهم إيه هيكون في كأس الأمم الأفريقية، وهل هيكونوا متاحين مع النادي الأهلي أم لا. الحل الوحيد دلوقتي في إيد الاتحاد الأفريقي كاف. اللي داير في الكواليس إن كاف ما عندوش مشكلة انه يقدم بطولة كاس الامم الافريقية شوية، بدل ما تبدأ يوم 9 يناير تبدأ في احد ايام ما بين 4 يناير ل 6 يناير، وبالتالي نهاية البطولة بدل ما تكون 6 فبراير تكون مثلا على بداية فبراير، فبالتالي تكون لعيبة الاهلي متاحة ان هم يشاركوا معاه من غير اي مشكلة في اول مبارياته يوم 5 فبراير في الامارات باذن الله. لكن المشكلة اللي بتحول ان الاتحاد الافريقي يعلن الموضوع ده حاجة يعني في غاية الاهمية، هي موقف الكاميرون مستضيف البطولة. زي ما احنا عارفين ان الكاميرون لسه عندها تأخيرات في تجهيزات الملاعب اللي هتستضيف البطولة، وبالتالي اليوم هيفرق مع الكاميرون. فانك تيجي تقول للكاميرون احنا هنقدم البطولة 4 او 5 ايام، الله اعلم هيبقى رد الكاميرون ايه، اللي حتى
الآن لم تنتهي تجهيزات الملاعب اللي هتستضيف البطولة حتى وقتنا الحالي. مصدر الكاف ما اكتفاش بكده، بل انه اكد ان البطولة بجميع الاحوال لن تنقل من الكاميرون، ولن تنقل لاي بلد اخر زي ما تردد انها كانت ممكن تروح مصر او ممكن تروح جنوب افريقيا او المغرب او حتى تتلعب في دولة خليجية. المصدر نفى كل الكلام ده واكد ان البطولة في الكاميرون مهما حصل. في الحقيقة موقف غير مفهوم من الفيفا انه يحط البطولة او يزنقها في وسط كاس الامم الافريقية. ما هي حاجة من الاثنين، يا الفيفا ما بيعترفش اصلا بكاس الامم الافريقية، يا ما يهموش اصلا كاس العالم للانديه، هي بطوله تتلعب والسلام يطلع بيها بقرشين وخلاص. كان ايه المانع يعني ان بطوله العالم للانديه تبدا مثلا 10 فبراير وما كناش دخلنا في الموقف الصعب الغريب ده على النادي الاهلي وعلى جميع متابعين الكره العالميه مش النادي الاهلي بس. وفي نفس الوقت موقف اغرب من الاتحاد الافريقي اللي ما ابداش اي اعتراض رسمي على الموضوع ده. ازاي بطوله دوليه زي كاس العالم للانديه ليك فيها ممثل قوي زي النادي الاهلي بكل سهوله كده الاتحاد الدولي للفيفا يجي يقول لك احنا نلعب كاس العالم للانديه في نفس ميعاد كاس الامم الافريقيه وانت حتى ما تبديش اعتراض على ده؟ لكن تقريبا زي ما الاتحاد المغربي مسيطر على الاتحاد الافريقي، الفيفا مسيطر على الكاف، والكاف مجرد ضيف شرف سواء محليا او دوليا. نتمنى باذن الله حل المشكله الغريبه دي وان الاهلي يشارك في كاس العالم للانديه في الامارات بكامل قيمته، ده يعني اقل حق ليه. ونتمنى باذن الله ان الكاف يرجع زي زمان قوي ويملك قراره مش مجرد ناقل للمواعيد او للتعليمات اللي بتجيله وهو مجرد منفذ ليها وبس، لان ده لا يليق باتحاد قاري كبير جدا زي الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف وتاريخه الطويل. خالص التوفيق باذن الله للنادي الاهلي في كاس العالم للاندية، وخالص التوفيق ايضا لمنتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقية في الكاميرون، وبرضو خالص الامنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني اللي بيشارك حاليا في كاس العرب وعنده مباراة صعبة جدا باذن الله بكرة الساعة 9 قدام المنتخب الجزائر. لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل ياريت تشرفني وتعمل، وياريت تعمل لايك للفيديو وتعمل تفعيل للجرس عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. شكرا ليك، مع السلامة.